والله هذا الشارع خطر يعبغ بينه بشر تعبغ بينه امراه يعبغ بينه ناس كثيره تعبغ من خاصه السيارات يعني السيارات من تقييد تعبغ واحد يمشي ما يطيق يمشي دحق دحق هاي وضعيه دحق هذا الخضاغ هذا المفروض ان شاء الله يعمل له رصيف شيء مرطب تكرم هاي الكلاب السائبه هاي الاوساخ لازم هاي المكانات كلها ترتب تنظف هذا الشارع ما برصيف ولا المواطنين يمشون بنص الشارع فلازم مراد انه الرصيف يعني شويه المواطن ياخذ راحته بلا هذا على بلا شكل خطر على الاطفال ولا والصغار وصغار والله معانات كثيرة ابو التاكسي ابو اي سياره يتجنب اي كذا على تصير حوادث يعني يعني بالشارع والشارع ما بي رصيف صار حوادث صار صار حوادث يعني الشارع صار بحوادث يعني, يعني ماكم من هنا قنطره من قنطره وماكو رصيف السيارات تجي منين السريع وهسه اغلب شيء المحافظة نينوى مليانه بالحوادث يعني يومين نسحب باربع حوادث خمس حوادث والرصيف يعني الطريق اللي يمشي بيه 10 سنتيمات بحيث السيارة تجي صراع المشات ما تقدر تمشي يعني واحد لازم يشوف له امر انه يسوي له رصيف يعني الرصيف كامل بس شنو ما مكملي يعني هنا بيع رصيف إندار شوف وراك بيها رصيف بس شنو ليه أنا اليوم بالسيطرة واقف ما مكملي هم مكملين الرصيف كل شيء ما راح يخسرون يعني علوان احنا نطالب بهذا الشيء هنا لا رصيف لا شيء الطلاب رايحه جاي على المدارس هنا وتقف يا سائدين والله بالشارع الله وكيل بالشارع ماكو نشوف ماكو ارصفه دحك اخويا أصور هاي كلها حشرات وحياة جاي صيف ماكو ما لا مو. لا تنظيف لا صب ارصفه يعني الطلاب رايحين على المدارس تف انت شارع عام خطر الطلاب صف اول ابتدائي وثاني ابتدائي لسه ابتدائي هاي ما خطر عليهم يا اخويا